اتهم الرئيس السوري بشار الأسد كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا بدعم الإرهابيين في بلاده، نافيا خلال حوار مع صحيفة ميل أون ساندي البريطانية التقارير التي تتحدث عن قيامه بقتل السوريين. إنه رئيس سيء يقتل شعبه والعالم بأسره ضده لأنه منبوذ دوليا، لكنه في موقعه منذ 7 سنوات ويقاتل العالم بأسره. هل يمكنك إقناع قرائك بهذه القصة؟ إنها قصة غير متماسكة أصلا. أعني أن العوامل المختلفة في هذه الرواية ليست منطقية ولا واقعية. هذا الرئيس لا يزال في موقعه لأنه يحظى بدعم شعبه. نحن نحارب الإرهابيين. أولئك الإرهابيون يتلقون الدعم من الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية ومن الأمريكيين ومن الدول التابعة لهم سواء في أوروبا أو في منطقتنا.